احنا لسنا ضد التشاور بين الفرقاء للوصول الى خيار ثالث، الى مرشح ثالث، شرط ان يتم سحب المرشحين اللي خاضوا معركة 14 حزيران الماضي، وانه بدل ما تدعينا يا دولة الرئيس الى حوار لسبعة ايام، تفضل ادعي الى جلسة انتخاب تاخد مش سبعة ايام، تاخد 14 يوم وتاخد شهر، بس انت بتكون عم تدعي وعم بتمارس صلاحياتك الدستورية اللي بتقلك ادعي الى جلسة انتخاب، ما تدعي الى جلسة حوار. ونحن وبالجلسة بتكون نعمل تشاور بالمبنى الرئيسي للبرلمان، بمكاتب النواب، شو ما بدكم، نحن مستعدين لهذا التشاور. ما أقفلنا الباب وقت اللي مددنا لقاء الجيش، ما أقفلنا الباب وقعدنا ببيتنا وقت اللي دعيتنا لإصدار توصية من المجلس النيابي بموضوع النزوح السوري. فإذا ما حدا يتهمنا بالعرقلة وهيك وبيصد الأبواب بالعبث وبالمطلق، لا، ما لح فيهم يغيروا الواقع. الواقع أنه هن مصرين على مرشح واحد، هيدا رقم واحد. رقم اثنين، عم بيحاولوا يضيعوا شنكاش وعم بيحاولوا يلعبوا على التعابير وعلى الألفاظ، لأنه هن فعليا بقرارة نفسهم وقرارهم السياسي ما بدهم ينتخبوا رئيس هلأ، بدهم يربطوا موضوع الرئاسة بغزة. طيب. وعم بيلعبوا بمصير لبنان، بوجوب أنه يكون عندنا رئيس اليوم هو يفاوض على الحدود اللي رح نحكي عنها بعد شوي، هو يكون عم بيدير ملف الأزمة السورية اللي هي أزمة مستقلة عن كل ما يجري، وهي الأخطر أنا برأيي حاليا. كل هيدا عم بيحاولوا يجازفوا بالمصلحة اللبنانية العليا من أجل تحصيل مكاسب. طيب. وقت لتحين طاولة المفاوضات الكبرى بهذه المنطقة. أوكي، أنا معك. يعني إذا أنا بانوراما، بس أنا إذا بدي أمشي معك بهذه البانوراما، هن قالوا، يعني حزب الله قالوا نحن مستعدين للذهاب إلى المناقشة ومنفتحين، الرئيس بالرئال أنه بدكم خيار ثالث بدنا نحكي فيه. نحن نفس الشيء، بس أنه تعو نحكي الدستورية، لأنه هيدا الدستور، يا بدكم تحترموه نحن نحترمه وكل اللبنانيين يحترموا أحكامه، يا خلاص خلينا نقول نحن. بس أنتوا عم تحكموا عن نيات بقصد خارج الدستور. بس أنت أي نية؟ عم نحكم على أفعال يا جوزيف. حضرتك ما بعدك عم بشرح لي كل الواقع. سمعتك من سنة ونص لهلا. بس هلا عم بتقول أنه هن رابطين، ما بدهم رئاسة الجمهورية، رابطينها بغزة. هن عم بيقولوا لكم لحتى إذا بدك ما يتهموا بهيدي التهمة، أنه نحن ما عندنا مشكلة نعمل حوار. وتنفوت بحوار على شو؟ طب ما خلينا، انا عم بسالهم هلا سؤال. بدي افترض انه قوى المعارضه هلا في هذه اللحظه اجت قالت طيب اوكي بدنا قبلانين بالشكل بالحوار، شو مضمون هذا الحوار؟ في شي مره حدا طلع من فريق الممانعه وفريق الثنائي الشيعي شرح لنا فعليا عن شو بدنا نتحاور؟ طيب انت عم بتقلي مرشحك عن الرئاسة، مرشحك سليمان فرنجية، يعني فيصل الصايغ زميلك النائب، نتحاور حول شو بالرئاسة؟ ما قليلي انه يا اما بتتفقوا على خيار ثالث، يا اما بكون في لائحة من الاسماء بتروحوا بتنتخبوا عليها، وجاهز الرئيس بالرئيس انه يعمل يدعي لجلسة بدورات متتالية. خلينا نروح. فاذا مازال هذه الامكانية قبلينا، امكانية ان نذهب الى جلسة انتخاب بعدة أسماء وبعدة مرشحين، إذا مثل ما عم تتفضلي وعم تنقليلي عن لسان زميلي فيصل الصايغ وعن أي حتى الرئيس بري وعن أي جاهز ليعمل جلسة بدورات متتالية طب إذا بعد أنتو بعد إذا التشاور أنتو إذا أنتو هذه الفرضية قابلين سلفا أنه نحن قابلين نروح إلى جلسة يكون فيها عدة مرشحين، طب فلنذهب إليها الآن، وانتوا عم تعتبروا انه قادرين تأمنوا لسليمان فرنجية بالدورات الثانية والثالثة والعشرة 65 اكثرية. يا اخي نحن عم نقلكن قبلنا هذا الرهان وقبلنا هذا التحدي، فليأتي سليمان فرنجية رئيس جمهورية ب 65 صوت، بس وفق الآليات الدستورية.